صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال. معكم النهاردة ولاء توفيق وزميلتي سمر كارم، وبرنامجنا اتنين ستات زي ما عودناكم كل يوم حلقة جديدة. النهاردة هنستكمل كلامنا بقى في موضوع تاني، بس استكمالا الاول لموضوعنا في حلقتنا امبارح للي كانوا متابعينا. صباح الخير الاول يا سمر. صباح الفل يا ولاء ومشاهدينا الجمال من كل مكان، صباح الامل وصباح التفاؤل وصباح الاخبار الحلوه دايما يا رب. وهو ده اللي عاوزين نتكلم فيه النهارده، التفاؤل والاخبار الحلوه وازاي ندور عليها في وسط كل الظروف اللي محوطانه دلوقتي، واللي صعب جدا ان احنا ندور على اي شحنه ايجابيه او اي طاقه تفاؤل فيها. بس مع ذلك لازم نحاول يا ولاء ان احنا نتابع الاخبار. نتابع الاخبار الحلوه زي ما بنتابع الاخبار الوحشه، زي ما بنتابع النسب اللي بتزيد وبتقل. خلونا كمان نتابع الاخبار كل يوم، على فكره في اخبار حلوه عندنا. يعني احنا طبعا دلوقتي شغلنا الشاغل يا ولاء هو الكورونا، وهو الفيروس المتفشي في العالم كله، ومحدش فينا بيستهون بالحاله دي ومحدش فينا بيستهون بالوضع. بس كمان لازم يعني ما نيأسش من رحمه ربنا، طبعا كل يوم في اخبار حلوه، كل يوم في اخبار ناس بتخف، زي ما في اخبار ناس بتصاب بالفيروس في ناس بتخف منه، في نسب بتقل. احنا محتاجين ندور على الكلام ده كل يوم، زي اول ما بنصحى يا ولاء زي ما بندور على الحاجات الوحشه كمان. بمناسبه الموضوع ده اللي سمر بتتكلم بقى على ان احنا لازم نشوف الاخبار الايجابيه، احنا النهارده هنتكلم معاكم على تاثير الاخبار السلبيه. احنا شايفين ان احنا كلنا اول ما بنصحى من النوم بقت حاجه اعتياديه نجري نفتح نشوف صفحات الاخبار بتقول ايه، وصفحات الفيسبوك وعلى الانترنت، وبنتابع الاخبار السلبيه. انا بقيت شايفه ان يعني بقينا نتابع الاخبار السلبيه لدرجه غير طبيعيه جدا، وبقى عندنا احنا بنرعب نفسنا. يعني ده كان في واحده كاتبه والموضوع استفزني قوي بصراحه، بتقول انا لو ما متش من كورونا انا هموت من القلق ومن الرعب بسبب الاخبار اللي بتنزل. وفي ناس بتهول جدا بقى. تعالوا نتكلم كده مع بعض، الاخبار السلبيه دي بتعمل ايه فينا؟ يعني انت لك ان تتخيل كده واحد عمال كل يوم يكتب اخبار سلبيه اخبار سلبية. ما قلتش ان احنا ما نعرفش ايه هي الاخبار اللي حاصله عندنا او نتابع الاخبار، لا اعرف الاخبار وتابعها، بس ما تسيبش نفسك للاخبار السلبيه انها تتحكم فيك وتتحكم في نفسيتك وتوصل ان انت تتخنق وتقفل طول يومك. هو للاسف يا ولاء احنا ايه يعني كتير مننا حوالينا ناس مخضوضين علشان الوضع جديد علينا، جه فجأة احنا ما كناش مستعدين ليه. يعني احنا لحد وقت قريب يمكن من شهر مثلا كانت اخبار الفيروس دي حاجة بنتابعها، حاجة بتحصل مثلا في بلاد تانية او في بلد تحديدا بتحصل في الصين بس، فاحنا كنا متخيلين ان الموضوع هيفضل هناك بس، واحنا كنا بنمارس حياتنا بشكل طبيعي. في يوم وليلة احنا صحينا لقينا انه لا احنا معرضين زينا زيهم، عندنا حالات عندنا كذا، فجأة في يوم وليلة حياتنا اتغيرت. ده خض ناس كتير وحقهم ان هم يتفزعوا وحقهم ان هم مرضى الاطفال الصغيرين يعني مرعوبين جدا. انا عايزه اقول لكم ان الطفل الصغير هو ملوش ذنب، احنا بنوعيه وبنفهمه لان هم طبعا مسروعين جدا. احنا ما بننزلش ليه؟ ما بنروحش المدرسه ليه؟ تمام، كفايه عليهم الحبسه اللي هم فيهم. بتلاقي الام بقى هي والاب قاعدين بيقولوا في حد مات، في على فكره في اطفال فعلا ابتدت تتعب نفسيا، هم خايفين. على فكرة لما هنعدي الموضوع ده هنلاقي عندنا أمراض نفسية، مش احنا ممكن نتحكم في نفسنا عشان احنا واعيين وبنوعيهم، وقصدنا ان احنا نوصل لهم ان احنا خايفين عليهم. وخلوا بالكم الطفل الصغير لما بيشوف فيه ناس بتموت بلاش الأخبار دي قدامهم. انا عايزة اقول لكم احنا كلنا عارفين ان الأطفال لما يبقى نفسيتهم تعبانة بيبقوا أكثر عرضة للأمراض. هو على فكرة الأطفال والكبار، يعني هو الموضوع مش بس أطفال، يعني الفكره انه ان احنا بنقول ان الفيروس هو بيأثر قوي على الاطفال والكبار. ما هو الفكره ان الكلام ده بيتقال. اولا بصي احنا المفروض كبار السن احنا ناخد بالنا من كلامنا قدامهم، لان احنا دايما بنقرا على السوشيال ميديا او في الاخبار عموما او كده انه المرض اكتر تاثير على كبار السن. طب ما كبار السن دول اهالينا اللي عايشين معانا في البيوت، دول بيتوهموا بنتكلم بقى زي الأطفال. قدامهم ده دول بيتوهموا اكتر لان هم حاسين ان هم في مهب الريح، يعني حاسين ان هم اكتر ناس. طب احنا ليه نقول قدامهم الكلام ده؟ وفي العموم
التشاؤم او الاكتئاب او متابعه الاخبار السيئه زي ما بنقول هو ليه اعراض جسديه. احنا متخيلين انه الموضوع نفسي بس، لا، احنا ممكن تجيلنا اعراض جسديه متشابهه مع حاجات تانية، متشابهه مع امراض تانية احنا خايفين منها، وتكون يكون بس بسبب الاكتئاب. فنوهم نفسنا اكتر. احنا عارفين جدا انه الوقت اللي احنا فيه ده يا ولاء هو اصلا وقت عيا وتعب. طبعا يعني بعيدا عن موضوع الفيروس، احنا دخلت الصيف مع الشتاء، كل سنه احنا طبيعي جدا عارفين ان ده وقت بنتعب فيه كلنا وبنعيا فيه، فمش كل حد يجيله شويه كحه هيتخيل ان هو مريض بالمرض ده. يعني خلونا نهون على بعض شويه. انت عارفة احنا مش في العموم كده لما بنتعب نفسيا او بتلاقي شعرك بيقع او وزنك زاد، الدكتور بتروحي له بيقولك روحي شوفي نفسيتك، صلحي نفسيتك، روحي لدكتور نفساني. في ناس اعرفهم بيلفوا على الدكاترة ان هم شعرهم ده بيتساقط، تروح للدكتور وتعمل تحاليل وتاخد أدوية، مفيش أي حاجة، بتوصل إنها بجد بتبقى شعرها مفيش شعر في جدر راسها أصلا، يعني بتوصل للصلع. فده حاجة من الحاجات اللي بقول لكم الوهم بيولد فعلا المرض، غير إنه بقى بيأثر على جهاز الهضمي، على جهاز المناعة نفسه. هو علشان الأعراض دي، علشان أعراض يعني في حالات كتير الفترة اللي فاتت كانت عندهم نفس الأعراض بتاعت دي التنفس او مشاكل في الجهاز الهضمي او الحاجات دي، طبعا دي اعراض متشابهه شويه مع اعراض الكورونا. فالناس اتوهمت، انا لما جالي برد انا بقيت اتراقب بقول يا نهار ابيض كورونا، بقيت اي حد يكح، هو اي حد بيعطس جنبك، اي حد بيعطس او اي حد عنده شويه كحه الناس بتبقى بصاله اللي هو كورونا كورونا. فلا يا جماعه، والمشكله انه ده يعني انت بتخافي من الشخص اللي عنده دور عيا، اوكي، وبتخوفيه، يعني هو كمان بيتوهم وبيخاف على نفسه او بيحس ان هو منبوذ. خد احتياطاتك. انا بقيت اخاف من اقل برد، انا بقيت واخده احتياطاتي جدا، وبعدين لقيت نفسي ان لا انا سايبه نفسي بقى للاخبار السلبيه. انا بقيت واحده من الناس اصحى من النوم اتابع الاخبار كلها، لدرجه ان انا ما بقتش مستحمله نفسي، لا قلت لا لازم اخرج نفسي من الموضوع ده. لقيت انه مأثر على كل الناس اللي عندنا برضو في البيت. انا عايزه اقول لكم ان الناس الكبيره خايفه ينزلوا، خايفين يتعاملوا، هم حاسه ان انا مناعتي زي الاطفال. بصي، هو الخوف الوقائي او الخوف الحذر، الحذر عموما في الحاله اللي احنا فيها دي صح، بس الحذر بعقل. يعني انا احذر بس ما توهمش. يعني منزلش من البيت، اوكي تمام، ده يعني لو حد كبير في السن او مش كبير في السن، اي حد معرض ان هو يلقط العدوى وينقلها، طبيعي ان احنا ما ننزلش من البيوت، وعشان كده احنا عندنا حظر تجول او في العالم كله في الحاله دي، بس بحذر، نبقى عارفين انه احنا بنحذر من حاجه بس ما نوهمش نفسنا بيها. والجو العام في البيوت، الجو العام في البيوت، في بيوت بقت كئيبه. طب ما البيوت الكئيبه دي فيها اطفال، هم ما لهمش ذنب ان هم طفولتهم، يعني عاصروا في طفولتهم حاجه الحبس عليهم، الحبس لوحدها بالظبط. احنا المفروض ندور على الطرق نرفه عنهم شويه. احنا لا عارفين نخرجهم، ولا عارفين نوديهم نوادي، ولا عارفين يروحوا المدرسه، ولا عارفين يعملوا حاجه، فنحاول ان احنا نقلل عنهم الضغط شويه. هم ما لهمش ذنب، هم مش فاهمين، يعني هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. احنا على الاقل عارفين انه بعد فتره هيبقى في علاج، احنا عارفين انه في طرق للشفاء، هم مش فاهمين ده، هم شايفين حاله من الكآبه مش هيعرفوا يتعاملوا معاها هم. وبعدين كمان بصوا، لو هتبصوا حواليكوا كده هتلاقوا ان في وفيات بتحصل او حالات وفيات بتحصل مش دايما من فيروس كورونا، زي كانت المقطوره اللي حصلت وقتلت عدد كبير قوي من العربيات، فاكره اللي هو عموما كانت على طريق العين السخنه. العين السخنه بس هو عموما لو تابعنا من قبل ظهور الفيروس، من قبل الازمه دي، هو كل يوم بتحصل عدد يعني بيحصل كم رهيب من الوفيات بسبب حاجات عاديه جدا. دور برد عادي، الانفلونزا العاديه بتموت في السنه الواحده في العالم كله كم رهيب من الناس. يستهوينوا بالفيروس؟ لا لا، هو مش استهوان بالفيروس خالص، بالعكس، هو لازم نفضل خايفين وحذرين، بس زي ما بنقول من غير ما نوهم نفسنا باي حاجه لا قدر الله وحشه. وفي حاجه ثانيه بقى يا ولاء حلوه قوي، انه
اللي عاوز يتابع بجد، اللي مش عاوز يوهم نفسه، اللي ما عندوش نظرة تشاؤم كده في المطلق، لو تابع كويس هيلاقي ان في نسب شفاء عالية جدا، وخصوصا عندنا اه في مصر. طبعا. لا بس يعني بقى في ناس لما انتي تنزلي باخبار الشفاء والكلام ده يقول لك ايه، ما فيش، لا ده ما فيش احصائيات، ما فيش متابعه في مصر، ما فيش حد بيعمل تحاليل. طب انت شعرفك ان يعني انت حكمت على اساس ايه؟ اللي هو انت واحد بس مجرد بتصدر طاقه سلبيه للبشر او للناس اللي حواليك. طب يا سيدي في ناس تانية بتنشر امل، انت حر بقى عن منشوراتك. لا بتلاقي في يحصل هجوم بقى دلوقتي، وانتوا بقى بتطبلوا وانتوا مش عارف لا، ايه هو والكلام ده. عموما فعلا ده مش وقت تكذيب، مش وقت تخوين، مش وقت جدال. ده الوقت اللي المفروض انه المواطنين ينصاعوا لأي قانون جديد هيتعمل. يعني مثلا حظر تجول، يبقى حظر تجول هو مش معمول غير عشان مصلحتك. الصين احنا وكمان بنقول مش دايما وقت يا سمر ان انت تنشر اكاذيب. ده دي بقى اكتر حاجة كمان. طبعا في ناس بقى الوقت هاوية جدا انها تفبرك اخبار وتزود في عدد الوفيات. وانا عاجبني جدا ان الوقت الحكومة مهتمة جدا بان اي حد ينشر، سوري يا جماعة، على السوشيال ميديا اي خبر فيه تكذيب فيه غرامة. احنا قلنا امبارح 20,000 جنيه. طبعا القانون ده فعلا هيتطبق، فالمفروض ان انتوا تخلوا بالكم ما تصدقوش الاخبار السلبية دي او كم الاخبار اللي انتوا مش عارفين ايه مصدرها. عندك كل صفحات الاخبار شوفها، بس ما يبقاش همك الشاغل 24 ساعة. انا شفت الفكرة انه امهات في تكذيب للاخبار الكويسة وتهويل للاخبار الوحشة، وده ما ده يعني دي حاجة بيزود، مش ده مفهومة. مش موضوعك يعني الاول. يعني مثلا في نسب شفاء، لا ده ما فيش نسب شفاء. طب في عدد 2 وفيات، لا يا عم ده في عدد 10 وفيات. طب اشمعنى لا ده يعني كمان اشمعنى في ايه، الاخبار مفيش الوحشة تحاليل. بنزود وبنهول وفي الاخبار بيقولك مفيش الكويسة بنكذب؟ تحاليل والمجتمع المصري مش مهتم. انت على اساس ايه انت حكمت ان المجتمع المصري مش مهتم؟ لا عارفة باينة جدا وواضحة ان يعني احنا مهتمين. اللي نفع الصين في أزمتهم الفترة اللي فاتت، واللي خلاهم يطلعوا متعافين من الموضوع، ودي كانت حاجة غريبة جدا لأنه المرض كان متفشي عندهم طبعا بشكل، والصين عدد مهول من ده السكان. دي يعني اكتر حاجة خضتني الصين اللي بالظبط بيحصل عندهم. اللي بيحصل في الصين، احنا وقتها قلنا خلاص هي هتباد يعني مش هي، بس اللي حصل في الصين سببه التزام الناس وعدم تكذيبهم وعدم تهويلهم برافو للموضوع. عليك. وقتها وقفين مع الحكومة الحكومة قالت جدا. بالظبط مش وقت ان احنا نعند، مش وقت ان احنا نقول لا طب هم بيقولوا كده ليه، وبعدين طب هم هو انا اخدوا القرار ده ليه. معلش يعني يا جماعة، يعني انا ابقى مع الحكومة بتاعتي دلوقتي ولا انا اقعد اقول لا الحكومة بتكذب الحكومة بتهول؟ طب انت هتستفاد ايه؟ لا انت بالعكس التزم باللي هي بتقوله. وانا شايف ان هم عاملين مجهود جبار جدا. بصراحة يعني انا كل الاحترام والتقدير ليهم بجد، لان هم هيعملوا ايه ولا ايه؟ فاحنا كل لازم فعلا بقى فعلا الباقي علينا احنا والتزامنا احنا، وان احنا ما نبقاش بجد بقى خلاص احنا مستسجين. افتح الصفحات الاساسيه اللي انت عارف انها موثوق منها في نشر اخبارها وتابعها. بس احنا برضو عايزين نوصل لك ان انت ما يبقاش شغلك يتشاغل وطول اليوم بتتابع كل ده. يا سيدي تابع اخبار بلدك انت واهتم بصحتك النفسيه وخد احتياطاتك، وان شاء الله الموضوع يعدي على بس. خير. واحنا عاوزين بجد بجد نشكر كل الأطباء العاملين في مصر على مجهوداتهم وعلى وقوفهم في وش الأزمة وعلى عدم خوفهم على نفسهم. يعني في ناس كتير هتقولك ده واجبهم، واجبهم بس لما بتعمل حاجة عشان هي واجب دي حاجة، ولما بتعملها من قلبك بتفاني وانت مش قلقان ومش خايف وبتعملها علشان ممكن تضحي بنفسك علشان مصلحة الناس، يعني اضحي انا بنفسي كفرد عشان اكتر عدد من الناس ينجو ويعيش ويشفى، بجد كل الشكر ليهم، كل الشكر من اصغر دكتور لاكبر دكتور والممرضين بيعمل. يا سمر كمان، وطبعا علشان طبعا التمريض ده هو ال ال هو بحس انه بيتعب فعلا قوي على فكرة هو وما في بيبقاش الأزمة دي عليه او مفيش ما فرق. بيتكرمش زي لا لا الدكتور لا برضو. مفيش فرق بجد. كل الشكر لكل العاملين في الطب عموما، سواء تمريض او اطباء او كده. يا جماعة انتوا فعلا في وش المدفع، واحنا فعلا فعلا مهما الناس عملت او مهما احنا عملنا احنا مش هنقدر نوفيهم حقهم. فيعني ربنا يحفظكم يا رب، وربنا يحمي كل حد واقف دلوقتي في وش المدفع زي ما بنقول.
احنا دلوقتي يا سمر بقى كمان في حاجه عايزين نتكلم فيها. احنا دلوقتي عرفنا قيمه حكومتنا، قيمه الدكاتره، قيمه الشرطه، بقينا كلنا متكاتفين عارفين ان احنا لما تبقى الحاجه في ايدينا وكل حاجه احنا واخدين عليها بنبقى اعتدنا النعم، اعتدنا دلوقتي حاسين قيمه. انا عايزه اقول لكم ان بجد انا الفيروس لما يخلص هسلم على كل فرد في الشعب وهمشي اهلا الحمد لله على السلامه. يا جماعه احنا دلوقتي بنقعد نفتكر ايام ما كنا بنسلم على بعض بالايد وبنتصور جنب بعض رمضان واحنا بنفطر بره والتجمعات العائليه كل الناس كل ترابيزه وكل عيله. لو انت بتفطر بره ده احلى متعه، تلاقي الكل بيقول كل التاني كل سنه وانت طيب. لا بجد احنا بقينا عارفين قيمه كل حاجه يعني. لا والتجمعات اللي في اللي دلوقتي احنا مش عارفين، تجمعات العيله اللي احنا دلوقتي مش عارفين نعملها وكانت بالنسبه لنا حاجه عاديه، يعني بنتجمع مثلا يوم في الاسبوع نتغدى فيه كلنا مع بعض كعيله، يعني العيله الكبيره مش الاسره الصغيره، كانت حاجه بالنسبه لنا عاديه. بس احنا عرفنا قيمتها دلوقتي لما ما بقيناش عارفين نروح ونيجي ونزور بعض. العيله اللي انت بتقولي عليها بقى، انا دلوقتي كمان بقيت، انا كنت من الناس ان احنا في المواصلات او سايقين العربيه يا رب نوصل، ايه الزحمه دي والطريق ياخد معاك ساعتين. دلوقتي بجد انا بقول انا عايز الزحمه ترجع تاني. انا لما نزلت قبل الحظر بحاجه بسيطه كنت مضطره ان انا انزل فما لقيتش الناس، قلت ايه ده فين الناس فين الزحمه، انا عايزه الدوشه دي ترجع تاني بجد. الجنه من غير ناس ما تنداس فعلا. لا فعلا والله، هو الناس اللي يعني يمكن اكتر الناس اللي هم شغلهم بيبقى موجود في وقت الحظر مثلا او كده، هم اكتر ناس ممكن فعلا يقولوا لك قد ايه الموضوع بيبقى صعب وكئيب ومرعب جدا. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله، واحنا واثقين طبعا من رحمه ربنا انه الموضوع ده هيخلص على كل خير وهنرجع تاني لحياتنا الطبيعيه، بس هنرجع لها بنظره مختلفه طبعا، هنرجع لها واحنا مقدرين كل تفصيله فيها. يمكن الموضوع اللي حصل معانا ده يا جماعه هنحس ان احنا هنقدر نشيل بعض شويه، محدش هيتعصب على حد في وهو سايق، نستحمل بعض بقى، بلاش ست كسرت عليك في او مش عارفه تسوق يا سيدي زي ما انتم ما بتقولوا ست. طب ما هو انت دلوقتي مش لاقي. لا دي ليها حلقه لوحدها، ده دي هنعمل دي هيبقى ليها حلقه لوحدها. انا بقول كده اللي الستات بيتعرضوا له في وهما بيسوقوا الكلام اللي بيتقال عليهم ده، دي حلقه لوحدها. مع ان على فكره احنا اكتر ناس تلاقي العربيات بتاعتنا جديده جدا ما فيهاش خبطه. ايه العربي دي؟ انا ليش علاقه بالموضوع ده؟ لا لا فعلا ان شاء الله باذن الله يعني احنا نخلص زي انا هعمل زي ما ولاء بتقول، هنزل اسلم على كل الناس اللي في الشارع. عرفنا انا مش هسلم على اصحابي، انا ما بعرفش ما حدش يقول ايه مالهم اتجننوا ولا ايه. لا ما حدش يقول كده. لا خلاص احنا فعلا والله كلنا عرفنا قيمه التجمع وعرفنا قيمه الخروج في اي وقت، مش الخروج كفسحه، قيمه ان انت تبقى انسان حر قادر تنزل من بيتك تروح تجيب حاجتك، قادر ان انت وقيمه الشغل يا سمر اللي كنا بنقعد نتبطر عليه قوي ونقول يوم بس ويا سلام اروح الاقي الشركه بتاعتي دي متفجره ولا المدرسه ولا الطلبه. انا عايزه اقول لك دلوقتي بيقولوا يوم بس المدرسه ترجع تاني وارجع انائر في صحابي. انا عن نفسي انا عايزه الشغل يرجع تاني ونرجع تاني لشغلنا ونستحمل بعض يا جماعه. وفاكرين بقى لما كنا بنقعد نقول ايه يا سلام انا عايز يوم اغيب وبس كده ولا ازوغ. طبعا دلوقتي لما بقى نظرتنا هتختلف بالزبط. هنلتزم احنا حابين كل حاجه بالظبط، هنعرف قيمه الحاجه. يعني احنا دلوقتي فعلا لما الموضوع طول والاجازه طولت فيعني انا عايزه ارجع يومي العادي، عايزين نرجع لحياتنا الطبيعيه اللي احنا ما كناش راضيين عنها واللي احنا كنا بنشتكي من الروتين، وان احنا كنا بنشتكي من روتين حياتنا. يا جماعه انتوا متخيلين الروتين اللي احنا هنموت دلوقتي ويرجع لنا ساعه بس منه، احنا كنا بنشتكي منه ونقمين عليه. معانا احمد يا سمر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا احمد؟ طيب احمد قطع الخط قطع ولا معانا؟ تعالي بقى نتكلم بقى ايه في الناس. انا كنت نفسي اسال احمد عامل ايه وانت قاعد دلوقتي كده من غير شغلك. طبعا احنا طبعا لازم نلتزم بالحظر وكل حاجه، بس دلوقتي احنا عرفنا قيمه شغلنا، قيمه ازاي ان احنا كنا بنصحى الصبح بدري ومتضايقين جدا ان انا صاحي بدري وان انا لا. احنا لما هنرجع تاني لحياتنا هنبقى عارفين قيمه كل حاجه. انا حاسه ان انا بجد هسهر، هصحى بدري، مش هبقى عايزه اضيع كل حاجه. حق ربنا الواحد يخلي باله منه،
نظم حياتنا بقى وننظم ونشوف نبتدي ان احنا نبدا كانسان جديد. ببص لكل حاجه بنظره متفائله وبنظره رضا، بلاش كلمه الحمد لله فين. اصحى الصبح اقول الحمد لله ان انا صحيت، وصحيت ان انا رايح شغلي واشوف رزقي واشوف رزق اولادي، احسن من الحال اللي احنا واقفين فيه دوت والزحمه بقى نستحمل بعض. انا الزحمه دي لان انا بشوف كميه طاقه سلبيه بجد. اوف اوف ايه يا جماعه. انا شخصيا كنت من الناس اللي دايما اشتكي من الزحمه، وكنت كتير مثلا اجل خروجات او اجل مشاوير او اجل حاجه بسبب انه انا لا مش هنزل والدنيا زحمه، لا خليها بكره. لا طلع انه ما في، يعني ممكن في ثانيه ما يبقاش في بكره. يعني احنا جربنا ده في ثانيه، الوضع اتغير والدنيا اتشقلبت وما بقاش فيه ان انا هنزل بكره براحتي، لا ما فيش. ففعلا لا، يعني احنا هنبص لكل حاجه بعد ما حياتنا ترجع طبيعيه، هتبقى نظرتنا لكل حاجه مختلفه. فعلا ما تاجلش الكلمه الحلوه، ما تاجلش ان انت تقابل وتشوف حبايبك. ان الواحد ما بقاش ضامن خلاص عمره، بقى عارف قيمه كل حاجه ربنا مديها لنا. تعالوا ناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ونكمل مع بعض. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا بقى نكمل كلامنا على اعتياد النعم اللي احنا من كتر ما بقت كل حاجة في ايدينا قبل ما يحصل فيروس كورونا، وبقينا مهددين وبقينا عارفين دلوقتي قيمة حياتنا وقيمة الناس اللي احنا بنحبها. دلوقتي انا حاسة ان هو بقى درس، يعني اتعلمنا منه، اتعلمنا قيمة كل حاجة. حتى الولاد اللي بتناقر في بعض والاصدقاء بقى في سن المراهقة وقاعدين بيناقروا بعض دلوقتي، بيقولوا انا عايز ارجع تاني، فين صاحبتي اللي في الديسك، فين المدرسة اللي هما يعني بيكرهوا حاجة اسمها المدرسة والمذاكرة. لا اكتر حاجة بقى دلوقتي بجد الترند اللي هو بقى يعني ايه، اكتر ناس دلوقتي حاسين بفقدان النعمة الرجالة، يعني اللي مش عارفين يروحوا القهوة. يعني احنا مش هنبين قوي ان احنا شمتانين، هو ما فيش شرب شاي، مش هنبين ان احنا شمتانين فيكم ان انتم ما بتروحوش القهوه وكده، يعني لانه احنا كنا بنتحبس في البيت كتير، او احنا كستات ما يعني نزولنا مش زي الرجاله. فكانوا دايما يا ولاء الرجاله بتقول لك ايه، يعني انتوا زهقانين من ايه؟ ما عادي يعني قعده البيت حلوه، انتوا زهقانين ليه؟ ولما كنا بنشتكي من قعده البيت، ان احنا كل واحد هيقدر ويفهم مشاعر التاني وهنشيل بعض. انا بجد بقول احنا، انتوا هتقولوا علينا انتوا مالكم ناس متفائله قوي كده، لا انا واثقه جدا في ربنا وواثقه ان ده درس تقيل قوي وجامد قوي، وعرفنا قيمه بعض. والولد اللي مش بار يعني هو بأمه كان كمان هيبقى دلوقتي عارف قيمتها. هو كان درس لابد منه علشان نقدر ونحس ونفهم بعض زي ما ولاء بتقول. يعني فعلا كان في ناس كتير ما بتفهمش ايه ليه انتوا متضايقين يا ستات من قعده البيت، ما قعده البيت حلوه، او لا ما تخرجوش، ما هو خليكم قاعدين. دلوقتي بقوا حاسين بالموضوع، وكلمه انت بتعملي ايه طول اليوم، طب ما انت قاعده في البيت يعني بتتعبي في ايه. هو دلوقتي كل راجل عارف الست بتتعب قد ايه في قعده البيت. الانشطه الرياضيه اللي احنا بنمارسها يا سلام، يعني في انشطه رياضيه كتير منهم الجري ورا الولاد، الغسيل، المواعين، لا ان انت تبقي صاحيه الصبح كده وعليكي عارفه ان في مسؤوليات ومش هتقدري ان انت، معلش انت لو عايز تغيب من شغلك هتاخد اجازه، ممكن تروح وتهزر مع اصحابك شويه. هي بتبقى صاحيه عندها مسؤوليه، هي مش هتقدر تسيب الولاد جعانين، مش هتقدر انها انت ترجع ما تلاقيش اكل، مش هتقدر انها ترمي مذاكره الولاد ولا النقار بقى لو هي عايزه. بص انت ممكن انت تقعد مع نفسك شويه، تقعد لنفسك شويه، تبقى هي الربع ساعه دي انها تقعد وتصفي دماغها او انها مع نفسها كده، ولا تشرب فنجان قهوه. ده فنجان القهوه هي يا عيني ما بتلحقش تشربه، بتبقى تشربه بارد. ما عندهاش رفاهيه ان هي تاخد يوم اجازه من شغل البيت او من الولاد زي ما انت عندك رفاهيه ان انت تاخد اجازه مهما كانت صعبه. عندها دلوقتي رفاهيه، انت يوم وهي يوم، معلش بقى خلاص. بس محبوسين في نفس البيت. يعني انت لما تحبي تاخدي اجازه من شغل البيت تدخلي اوضه او حطيهم هما كلهم في اوضه، وانت عندك الشقه كلها براحتك بقى. اتفسحي براحتك، روحي البلكونه، الصاله، هيبقى عندك يعني ايه
هم معلش هناخد اجازات في نفس المكان بس هنستحمل بعض شويه يا جماعه لحد ما الموضوع يخلص. بمناسبه القهوه ده انا شفت برضو ترند كده كان نازل، يعني ده ضحكني قوي. واحده بتقول انا مفتقده الكافيه بتاعي وقعده صحابي، هي بتلبس في اوضتها وبتخرج في الصاله قاعده بتشرب قهوه بتشرب شاي وسعيده جدا. لا ده بقى في ناس كتير ده بتعمل في ناس الموضوع ده. بتتعايش يعني بيخلوا الوقت وقت حلو. يا جماعه على فكره احنا مش بنستخف بعقلكم او ان احنا، لا احنا بنحاول نحسسكم بقيمه الحاجه اللي احنا كنا مش حاسين بيها. يعني في صحاب كمان مثلا لما بيتقابلوا مثلا في كافيتيريا معينه بمناسبه القهوه بالنسبه بقى للستات او للنادي، تبتدي تقول انا زهقت، هو انا ما عنديش خروجه غير النادي، هو انا ما عنديش خروجه غير بتتمنى الكافيتيريا دي. دلوقتي خروجه النادي وبتتمنى دلوقتي قعده صحابها اللي هي كانت يعني زهقت منهم عشان هي بتشوفهم كل يوم وبتاع. احنا بنتمنى دلوقتي بجد انه يعني في الوقت بتاع الحظر ده وان احنا مش عارفين نروح ونيجي او في العموم ان احنا مش عارفين ننزل عشان خايفين على نفسنا، بقينا نقول طب صحابنا دول يعني يا ريتهم يا ريتنا كنا قريبين من بعض، يا ريت المسافات كانت اقرب من كده، على الاقل نقدر نشوف بعض ونتكلم مع بعض. وحشتنا يا ريت يا سمر بعض. ما نرجعش بعد الدرس ده ان احنا ولا اكنه حصل، بعد كام يوم نبتدي ننسى، نبتدي لما نبقى قاعدين مع بعض كاصحاب بعد ما حد يمشي نتكلم عليه نجيب في سيرته بالسوق، لا نبتدي خلاص بقى كل حاجه نتعامل فيها بما يرضي الله، نقول الحمد لله على كل حاجه. حافظوا على النعم قوي اللي حواليك وعلى ولادك وعلى جوزك على مراتك، ما بلاش تحس ان انت مراتك دي من كتر ما هي قاعده معاك هي بقت حد يعني، لا مش دي اللي انا كنت شايفها الاول، لا هي دي هي مراتك اللي انت اخترتها بنفسك، قول الحمد لله عليها، حاول تسعدها وانتي حاولي تسعديه. نشيل بعض يا جماعه ونعرف قيمه بعض بقى. يعني انا عايزه اقول لكم ايه، ده الواحد بقى الوقت يتمنى انه ياخد كده نفسه ويشوف الشمس الحر. هيحصل ده ان شاء الله يا ولاء، يعني هي زي ما قلنا ان شاء الله ان شاء الله هي فتره وهتعدي وهنرجع تاني لحياتنا الطبيعيه وهنرجع تاني نمارس كل الحاجات اللي كنا بنعملها وكنا مش حاسين بيها، هنرجع نعملها بس هنرجع نعملها بروح جديده، هنرجع نعملها واحنا حاسين بطعمها قوي بجد وعارفين قيمتها كويس. فيعني احنا ممكن من دلوقتي، عارفه يعني مثلا من الحاجات اللي ممكن نعملها واحنا قاعدين كده في البيت مثلا كلنا، اعملوا خطط، اعملوا خطط للفتره اللي جايه. دي من الحاجات اللي ممكن تدينا شويه شحن التفاؤل انه في بكره وفي حياه تاني هترجع. برافو عليكي، نكتب خلونا بقى نعمل شوية حاجات ايجابيه، نعمل خطط. الاماكن اللي نفسنا نروحها وما كانش في فرصه ان احنا نروحها او كنا بنطنش او كنا بناجل، وزياره الاهل يا جماعه، زياره الاهل وصله الرحم، تعملوا لنفسكم بقى تهتموا قوي بصله الرحم، لان دلوقتي خلاص احنا بقينا عارفين قيمه بعض. بلاش نقول بقى لا ده الدنيا واخدانا، لا يبقى عندنا يوم محدد بنزورهم حتى لو انت مش فاضي فضي نفسك. احنا خلاص بقينا عارفين قيمه ان احنا لو بصينا حوالينا مش لاقيين الناس اللي احنا بنحبها، فلازم يعني خلاص بقى زي ما سمر بتقول اكتب كل حاجه ايجابيه انت عايز تعملها وابتدي خطط وقرر انك تعملها. في حاجات يعني احنا عموما بطبعنا بنأجل، يعني بنأجل حتى لو ما وراناش حاجه، يعني حتى لو احنا فاضيين في العادي، بس فكره ان احنا عارفين ان في بكره، في السنه الجايه، في السنه اللي بعدها، فايه المشكله لما أأجل؟ بقينا نستخسرها ان احنا نقولها لبعض. يعني يا جماعة ممكن مكالمه شكر مثلا، المفروض انا يعني في حد انا مدينه ليه بمكالمه شكر، هكلمه بكره، لا لا هشكره لا. بكره. في ناس الوقت كانوا قبل، انا ما اعرفش طبعا، يا رب نتغير، ده اللي انا يعني بتمناه للكل ولينا كمان. تاخدها على كرامتك، لا 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 لا، انا لو شكرته، طب انت عمال تحسب الوقت، لو هو حصل له حاجه هتقول يا ريتني كنت شكرته، ده هو ساعدني، يا ريتني ما كنتش عملت معاه الموقف ده. او ان انت بقى سوء الظن كمان والكلام على الناس والكلام ده كله، يا جماعه يا ريت نتغير، لان انا شايفه ان احنا بجد فعلا بقينا بننقد بعض بطريقه قاتله قوي، بنجيب في سيره بعض بطريقه غير طبيعيه من غير ما انت حتى ما تحكم على الشخص ده او تتعامل معاه، اتعامل معاه واعرفه وبعد كده احكم عليه. مش لاقي او انت ما تعاملتش او ما فيش فرصه انك تتعامل معاه وشايفه منظر خارجي بس، يبقى بلاش تحكم عليه، لان ممكن يكون حد احسن منك. انا مش عايز اتطرق لحاجه تاني، بس انا بحاول اللي انا الواحد شايفه كتير قوي وحاجه تزعل نظرتنا للناس
الناس عموما او نظرتنا للامور او يعني نظرتنا لبعض، هي الفكره انه نتغير احنا نفسنا، يعني نغير نظرتنا لبعض شويه زي ما ولاء بتقول، انه حاول تشوف الحلو في اللي قدامك، يعني حاول لو ما حدش فينا كامل طبعا. انت نفسك اللي بتنتقد غيرك انت عندك كمان عيوب. كلنا مليانين عيوب يا جماعه، بالظبط. حاول ان انت تصلح في نفسك، يعني اهو ابدأ صفحه جديده، اعرف قيمه كل حاجه حواليك، قيمه الزن بتاع ولادك، قيمه زن مراتك ان هي عايزه مصاريف وانت متضايق جدا وبتشتكي ان طلباتها كتير. انت دلوقتي بتقول انا عايز ارجع الشغل، انا عايز دلوقتي يبقى في فين ولادي وفين المدرسه ومشوار المدرسه ومشوار النادي اللي انت كنت بتتهرب منه، دلوقتي انت هتبقى عايز ان هو يرجع تاني. بالظبط. فطبعا ده كلها كانت أنشطة جميلة جدا، كان ارجعوا روتين، تاني كان بقى. روتين احنا ما كناش حاسين بقيمته، يعني هو فعلا ما كناش حاسين بقيمة كل الحاجات دي. انا مثلا واحدة من الناس، انا شخصيا كان في حاجات كتير قوي نفسي اعملها واماكن نفسي اروحها واماكن قريبة، يعني مش شرط يكون سفر اخر الدنيا مثلا، لا ده في اماكن قريبة في مثلا مصر في مصر أماكن انا حلوة نفسي اروح جدا. المكان الفلاني، المكان ممكن والله مكان عادي في نفس الحي بتاعك مثلا، نفسي اروح المكان ده، نفسي اقعد في المكان ده، بخليه وقت تاني انا كان نفسي اروح اروح. مدرستي القديمه يا سمر قبل الحظر، عايزه روحي اروحها بقى بقى. عندك فرصه دي من من الخطط اللي ممكن تعمليها، بيروحي المدرسه بتاعتك القديمه شقري عليها كده. لا بس بجد حاجات نفسك تتعلميها، مثلا مين فينا ما عندوش حاجات كان نفسه يتعلمها ومأجل، هوايه كان نفسه ومأجل، لا يعني تؤجل عمل اليوم الى الغد. الكلمه احنا دي عرفنا صح، قيمة الكلمه دي المقولة دي فعلا، يعني صح. بس علشان ندي نفسنا شوية امل وشوية تفاؤل، خلونا بقى ايه نحط كده خطط، انه اول ما الازمة دي تخلص انا هروح واعمل كذا. وانا هبقى انسان جديد. في كانت اغنيه كده صح، انا مش هغني لكم دلوقتي عشان صوتي. معلش يا جماعه عندي برد. فلو نقرر كلنا ان احنا نبقى انسان جديد من جوايا، ابقى انسان بمعنى انسان، مش انسان بس واخد الصفه وانا بتنمر وانا بكذب وانا بغش وانا بستغل اللي قدامي، لا احنا نحاول ان احنا نتغير تماما للاحسن، لان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. في بقى نصيحة كده بجد، يعني ممكن يكون نطلع بيها من الفترة دي أصلا ومن الأزمة دي، إنه يا جماعة السوشيال ميديا زي ما هي سلاح ذو حدين، وطبعا دي حاجة كلنا عارفينها من زمان، بس يمكن الأزمات بتبين أكتر ده. ولا السوشيال ميديا زي ما فيها، زي ما بقدر منها أعرف كل الأبديتس أو أعرف كل الجديد واللي بيحصل وكل حاجة، زي ما هي مسؤولة يعني بشكل كامل عن حالتي المزاجية وحالتي النفسية، طبعا عن طريق مش بس عن طريق الأخبار، يعني الأخبار كده كده أنا يعني لازم أبقى مطلعة عليها من وقت للتاني، بس مش كل يوم هقعد أشوف في كام واحد مات، مش كل يوم هقعد أشوف حالة في آخر الدنيا إيه اللي حصل لها من وقت للتاني، كل يسمر. يومين أنا ثلاثة أعرف خلونا واحدة نتابع. حصل لها يا جماعة حالة نفسية بجد، خايفة تخرج من أوضتها، لا عايزة تروح الحمام ولا مش عايزة تعمل أي حاجة من حياتها اليومية اللي هي حتى داخل شقتها بسبب السوشيال ميديا، بقت مرعوبة، هي طفلة صغيرة. فراعوا بعض شوية بقى ونتقي ربنا في الأخبار اللي احنا لا بننشرها. واللي المفروض يحصل بجد، انه لو حسيت انه في حد من دايرة معارفك مثلا على السوشيال ميديا بيصدر طاقة سلبية، وده لسبب غير مفهوم، يمكن عشان هو انسان تشاؤمي بطبعه، ويمكن علشان هو مش عايز يحس ان هو لوحده اللي قلقان، لا ابعد. وشايفك ان انت متفائل بزيادة بالظبط. وبيستخف مفيش حاجة على قوي فكرة، على فكرة يا ولاء، منك، بيستخف من مفيش التفاؤل حاجة اللي انت اسمها فيه. متفائل بزيادة، يعني هو مفيش حاجة اسمها ده متفائل بنسبة مش عارف قد ايه وده متفائل بنسبة ايه، هو الموضوع كله طب على فكرة دي نظرة حاجة البني كويسة ان آدم. يبقى في حد متفائل مع ناس متشائمين، نعمل تعادل شوية. يعني مش اصل الدنيا مش هتبقى كلها سودة كده واحنا ماشيين ورا الشائعات دي والاخبار السيئة. طب انت يا سيدي شايف من وجهة نظرك، احنا المفروض نحترم وجهات نظر بعض اولا، انت وجهة نظرك ان الدنيا لأ والاخبار وانتوا كده بتكذبوا وانتوا ناس بتنشروا على الفاضي اخبار متفائلة، انتوا بتحبوا التطبيل والكلام ده، لا
على فكرة احنا بنحاول ان احنا نهدئ من روع الناس اللي هما الكبار والاطفال، لان واحنا بجد نفسنا على فكرة مش بس الموضوع كبار واطفال يا جماعة، احنا نفسنا حالتنا النفسية وحالتنا المزاجية بتتأثر جدا على بالكلام فكرة ده. انا ما مش بس بحبش صفحات الناس، سوري يا سمر، يعني اللي هي بتبقى كلها اخبار تشاؤمية ما هو ده اللي بتكلم، بصي هو وحاجات ده اللي فيها تعذيب، المفروض، ليه؟ ده اللي المفروض نبعد عنه. يعني لو في دايرة معارفك على السوشيال ميديا في حد كده، ابعد، تجنبه. تجنبه، ما تشوفش ما تشوفش اي حاجة هو بينشرها او اي حاجة هو طب بيقولها، لو هجمك يا هيأثر سمر، بشكل. لو هجمك ودخل في جدل انه لا خلاص لا، انتي وليه؟ بتكذبي، انتي بتهوي، انتي بقى كده طب عماله انت، تنشري اخبار لا ايجابيه معلش، ومش فاضي. انتي في غنى عن جدال زي ده اصلا، او كلنا في غنى عن جدالات زي دي، لان هي بصي ببساطة هي نظرتي للحياة انا مش هينفع اقنعك بيها. انت تكون عندك نفس النظرة للحياة زي، يا اما انت حد متشائم او شايف. مش شرط ان يبقى عنده نفس النظرة يا سيدي، مع احترامي واختلاف وجهات النظر، بس انت بقى ما تهاجمش النظرة الإيجابية، خليك انت في الأخبار اللي انت مقتنع فيها وانا في الأخبار اللي انا مقتنع بيها، ويعني هتبقى في توازن شوية، بس لازم نتقي ربنا في الأخبار اللي احنا بننشرها، وبلاش تصدر طاقة سلبية للناس اللي حواليك. انت مسؤول عن نفسك، معنى اصح مش مسؤول بقى عن ان انت الناس اللي حواليك ان انت عمال تصدر لهم طاقه سلبيه. ده هقول لك بس ايه، احنا عشان كل واحد مسؤول عن نفسه، لما يكون في حاجة شبه كده فببساطة انا هبطل اتابع الشخص ده، هبطل اتابع الشخص ده علشان اقدر اشوف شغلي، علشان احد اقدر بقى اشوف شويه من بيتي، الاخبار دي. علشان اقدر ابقى انا مصدرة لطاقة ايجابية للناس اللي حواليا او للدايرة القريبة مني اللي انا عايشة معاهم في البيت، لان هم بيتأثروا جدا بالحالة النفسية زي ما قلنا، وخصوصا لو فيهم اطفال هم ملهمش ذنب. وعلى فكرة سواء في ازمات او في غير ازمات عموما، الطفل بيحس انت تعرفي بالطاقة اللي موجودة في البيت. يعني مثلا لو انت كأم مكتئبة زعلانة، عشان كده دايما بيقولك مثلا بلاش الأم والأب يتخانقوا قدام الولاد، هم بيستشعروا ده، بيستشعروا طاقة النكد أو الطاقة السلبية اللي بتبقى موجودة في البيت، انت هم تعرفي الأطفال يا سمر، بيستشعروها بيكتئبوا على فكرة زي الكبار بالظبط. تعرفي ان هما ممكن تبقى انت فاكر ان انت مديهم لعبة وقاعدين بيلعبوا وانت بتتكلم، او في فعلا مشاحنة زي ما انت ما بتقولي، او الاخبار اللي احنا عمالين نقراها وانت بتتكلم بقى مع مراتك، مع امك، مع اي حد كبير، وهو قاعد بيلعب وانت معتقد ان هو مش مركز. لا، ده بيبقى مركز جدا، ورغم ان انت سامعة بيقعدوا يكلموا نفسهم وهما بيلعبوا، بس هو مركز جدا، واخد باله من كل حاجة حواليه، وبيتأثر وبيترعب لو حتى ما بانش الوقت وهو صغير. بعد كده بتلاقي الأطفال دي في سن الشباب هي أكتر عرضة للأمراض النفسية، بالذات اللي كان بيبقى فيه اضطرابات في البيت أو في الأسرة، وانت بعد كده شايف ابنك بيروح وبيلعب وبيهزر وبيضحك، بس ده هيبان عليه في سن الشباب، بيبقوا بالظبط. أكتر ناس هم اللي تعرضوا لأمراض نفسية. انت مش هتستحمل انك انت تشوف ابنك أو بنتك عندهم مرض نفسي، يعني إحساس بيبقى قاتل جدا، لأن المرض النفسي ده صعب قوي. فيا جماعة ركزوا في الأخبار اللي انتوا بتقولوها قدام الناس الكبيرة اللي هو ابونا وامنا. كان في فيديو ومعانا ولا اتصال، اهلا، ازيك يا احمد؟ الو، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام، السلام، ازيك يا احمد؟ الله يخليكي، اللهم ابعد عنا الوباء يا رب يا العالمين. مين يا رب، امين، انت اللهم منين يا امين. احمد؟ اللهم نجينا من الهم والغم والكرب العظيم يا رب العالمين. امين اللهم يا امين، رب، اللهم امين. امين. احمد قول لنا، انت دلوقتي في الحظر اللي موجود ده، انت بتشتغل ولا يعني قاعد من شغلك حاليا؟ والله قاعدين، والله الدنيا واقفة عندنا خالص. طب احمد، ايه تأثير الاخبار الوحشة اللي انت بتسمعها عليك؟ بتواجهها ازاي؟ ولا على ايه يومك؟ يعني انت بتصحى الصبح بتتابع الاخبار السلبية وبتتعامل معاها ازاي؟ بتأثر عليك؟ بتأثر في حياتك؟ أكيد أكيد والله العظيم. بتتضايق يعني، وتحس ان انت اتخنقت طبعا منها، صح كده؟ الو، ايوه كويس كويس صح. بتحاول تعمل اي حاجة علشان تغير من يعني من الطاقة اللي موجودة في البيت عندك؟ بتعمل ايه مثلا؟ بتحاول تعمل لهم ايه في البيت علشان تغير من الطاقة الكئيبة اللي موجودة بسبب الاخبار السيئة دي يعني؟ الو، شكرا هو يا استاذ تقريبا احمد، الخط الخط قطع. قطع. كان في ولاء كده فيديو احنا
احمد خلاص لا لا احمد قطع. خلاص هتقطع. كان في فيديو لولدين صغننين، اوكي، هو المفروض ان هو فيديو كوميدي وهم يعني دمهم زي العسل، هم كوميديين والفيديو ضحك جدا، بس اللي بين السطور ولو حد اتفرج على الفيديو ده، واكيد ناس كتير شافوه، هم صعبوا عليا. ليه بقى؟ هم صغيرين، هم سنهم مثلا حوالي 11 سنة او اقل، شفته. صح؟ فبيتكلموا على ان هم من ساعة ما اتولدوا لحد دلوقتي هم شافوا ثورات، وشافوا مظاهرات، وشافوا حظر تجول، وشافوا أوبئة، فبيتكلموا عن الموضوع بشكل كوميدي. حبايبي هم يعني بيضحكوا وبيهزروا، بس في الأول وفي الآخر أطفال، يعني معلش هم ما لحقوش يعيشوا طفولتهم، فما نبقاش إحنا بطاقتنا ومودنا الوحش كمان عليهم، بجانب اللي هم شايفينه في الدنيا من اول ما اتولدوا ان هم مش عارفين يشوفوا. فعلا يا سمر، بس هقول لك على حاجه. انا عايزه اقول لكم برضو ان انتوا جيل اتميزتوا ان انتوا شفتوا حاجات حلوه كتير. دلوقتي انتوا بتتكلموا على الفيروس وناقمين عليه. خدوه كدرس يا جماعه للاطفال وللجيل الجديد اللي هو مش عاجبه كانت حاله، اللي هو دلوقتي هيتمنى ان حاله يرجع تاني زي الاول. وكلنا بنتمنى ان كل حاجه ترجع زي الاول، حتى اليوم العادي اللي احنا كنا متضايقين منه بنتمنى ان هو يرجع زي الاول. يا جماعه نتعود ان احنا نقول الحمد لله ونحمد ربنا على كل شيء، حتى الضرر اللي احنا فيه ده احنا هنطلع منه اشخاص جديده. وفي نهايه حلقتنا اتمنى انها تكون عجبتكم، وان احنا نبتدي بقى صفحه جديده مع بعض، واحنا كمان احنا لازم كلنا هنبتدي صفحات جديده. باي باي، هتوحشونا.